صالح سليم راجل كان رئيس النادي الأهلي، راجل محترم، ويعني كان ماشي على مبادئ الناس اللي قبليه وتعلم منهم وعلم اللي بعديه برضه مبادئ النادي الأهلي. وكانت عنده المبادئ أهم من أي حاجة، أهم من مكسب كورة، من مكسب أي حاجة، إنما المهم النادي الأهلي يبقى هو الكبير وهو فوق الكل. وعشان كده في شعار دايما في النادي الأهلي فوق الجميع. هو يعني من الناس اللي أرسوا هذا المبدأ بتعاملاته وحكمته، وإن هو كان رجل مبادئ فعلا. لو نتكلم عن صالح سليم احنا نلخصه في كلمتين، حاجة كده بالفطرة ليدر. يعني هو الراجل ده اتولد، ولو أخدته بالفطرة اللي عليه دي وقعدته في غابة وجيبته من هناك تلاقي قائد. ده ملخص صالح سليم. تاني حاجة في صالح سليم انه كان راجل ملوش ماسكة، ما تعرفش تدخل له منين عشان تعمل اللي انت عايزه. عايز ايه في صالح تاني اقول لك للصبح؟ هو اعظم واحد استلم النادي الاهلي، ومفيش حد يعني بصراحه مفيش حد زيه. انا افتكره بس كده مره كان داخل النادي وجاء بتاع الامن عرضه ما يعرفوش، فطلب الكارنيه. هجوم ناس جري على البوابه قالوا له ازاي تطلب الكارنيه بتاع ما اعرفش ايه. فالراجل قال له لا ليه كابتن صالح، قال له ليه ده حقه. وفعلا بعد ما دخل وقعد شويه ونادهوله الولد وراح مدينه مكافاه على ان هو قايم بشغله على الاكمل وجه. يعني فدي حاجه من ضمن ده بيدي صوره ان مش اي واحد يعني يقول ان انا لا، لازم كل النظام كان معمول فات بالنادي. ولحد النهارده الحمد لله برضو بيتوارث، كله بيتوارث، ومع التجديد بقى مع الحياه الجديده كل واحد بيدخل الجديد في قلب العمل. فصالح سليم ليه بصماته في قلب النادي، يكفي ان ليه تمثال عندنا في قلب النادي، دي كفايه لوحدها. انا افتكر له موقف في الملعب، يعني هي الناس دايما بتقول عليه يعني جامد وشخصية قوية وكده. هو كان الأهلي بيلعب الزمالك وهو نازل، وكنا احنا قاعدين في مدرج جنب أوضة اللبس وهو نازل يعني. فواحد من الجمهور بيقول له يا كابتن النهارده بقى يومك وبتاع، فبقى يهزر معاه يقول له ايه سمعني مش عارف ايه وبيضحك غير ما بتشوفه في أي حتة تانية ولا أي حاجة. وساعة الانتخابات يمكن آخر مرة أنا فاكر دخل هو من الباب من ناحية المرسى دهوت، والجمهور كل طبعا اللي بينتخبوا في اليوم ده جريوا عليه، فهو من الزحمة طلع في البلكونة اللي فوق ديت وبتاع، وبقى يكلمهم من فوق وبتاع. ويعني دي يمكن آخر رؤية ليا انه هو بيكلم الناس من فوق يعني. انما الكابتن صالح ده يعني لما الواحد يقعد يتكلم عليه مش هيخلص يعني. هذا الرجل اللاعب الوحيد اللي في مصر اللي جات له الجرأة يخش يلعب البنالتي فيبصيه، وبصاه للمرحوم محمود الجهري، واخد بالك، لدرجة ان الحكم لما بص الكورة ودخل الجوهري من بره ال 18 شاطها وجاب الكورة جون، الحكم بقى متردد. اللاعب حافظ القانون أكتر من الحكم، يباصي بنالتي ده ما فيش في العالم حتى حد اتجرأ إلا حديثا بس السنة اللي فاتت ولا حاجة اتعملت. آدي صالح سليم، صالح سليم اللي كان يعني تشوفه يعني يناطح الهرم في كبريائه. كان بسيط جدا، كان محب للناس كلها. اما كان يجي الملعب يسلم على عمال غرف اللبس قبل ما يسلم على اي حد في الملعب.